عايزين بقى حضرتك تقول كلمة لكل جمهورك اللي بيحبك وبيعشقك في العراق من خلال القناة الشرقية، تقول لهم ايه؟ بقول لهم اولا قناة الشرقية انا سعيد ان انا على الشاشة بتاعتكم، بشكركم جدا جدا وبتشرف ان انا معاكم، دي حاجة. بالنسبة للشعب العظيم اخواتنا واهلنا في العراق الشقيق، انا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين دايما بكل المناسبات السعيدة، ويا رب يرزقنا وأنتم وبلادنا والبلاد كلها الأمن والأمان ويردنا في خير وسعادة معاكم. كمان أنا فيلمي بورصة مصر عندكم في دور عرض العراق من يوم 27 القادم، ده بتعرض في سينمات العراق. أتمنى أن يكون الرسالة اللي فيه توصلكم ومستني أراءكم، وأشكركم جدا. علاء مرسي.